النهاردة وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد من داخل مركز الطبي بالأسمرات أطلقت فعاليات الحملة إقامية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الجرعة الثانية. نفكر حضراتكم دي بتستهدف أولادنا من عمر يوم ولغاية 5 سنين طبعا بالمجان، والحملة دي هتستهدف تطعيم حوالي 17 مليون طفل، هتستمر لمدة 4 أيام بداية من النهاردة ولغاية يوم 31 مارس. طبعا دي الأطفال مصريين وأجانب، ربنا يحمي أولادنا جميعا. من هنا من داخل حي الأسمرات انطلقت الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم 1 وحتى 5 سنوات في الفترة من 28 مارس وحتى 31 مارس الجاري، وتستهدف الحملة حوالي 16 مليون طفل. الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنوياً للحفاظ على مصر خالية من المرض، ويأتي ذلك بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط. إقليم شرق المتوسط هو الإقليم الوحيد العالي في إصابات شلل الأطفال، فحرصنا على إيجاد منصة لتبادل المعلومات والخبرات ودعم كل الدول في المنطقة لإخلاقها من شلل الأطفال. مصر قررت أن هي تعمل حملة من جرعتين، الجرعة اللي فاتت كانت من شهر تقريبا، والجرعة الثانية تبدأ اليوم لمدة 4 أيام، تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات. لا يوجد أي موانع للتطعيم إلا حالات الإصابة يعني الشديدة أو ارتفاع درجة الحرارة والأعراض المرضية الشديدة. الأطفال ما بياخدوش تطعيم شلل الأطفال هم الأطفال اللي عن مرضى السرطان، والأطفال عندهم نقص مناعة، والأطفال اللي بتاخد كورتيزون. التطعيم بيحمي الأطفال من الشلل، ودي حاجة حلوة مصر بتعملها عشان بلدنا وأطفال بلدنا. كما تفقدت وزيرة الصحة مقر إعطاء لقاحات كورونا بالوحدة الصحية للمرضى المسجلين مسبقا عبر الموقع الإلكتروني. والناس بتيجي الحمد لله وبنطعمهم ونقدمهم الخدمة كاملة، يعني الحمد لله ما فيش أي عرض حصل ولا أي حاجة حصلت الحمد لله، بياخد الطعم وبيبقى كويس جدا وما فيش أي حاجة. طبعا وقاية، طبعا أي مرض قبل كده كله اتحسن بالتطعيم، وإن شاء الله ده برضو يزول بإذن الله بالتطعيم إن شاء الله. صحة الأطفال وكبار السن من أهم أولويات الدولة، وذلك في إطار رؤية مصر للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ميرت السعداني، الحياة اليوم.